واش اللي يقدر يجيب لك السطر في المعدة؟ واش اللي يقدر؟ الكولون. 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 لا. حاجة حارة. الحار. حاجة حارة. الحار. الحار. هاكم مليح. ما تتهدروش برك. ما تتهدروش واجبو مليح. واش اللي تقدر توجعك؟ واش الحاجة اللي تقدر تسطر كرشك المعدة ديالك؟ هاي. خلع. الخلع. خلعة. خلعة يعني نسمع واحدة في بيبليك. ايه ايه الخلعة هادي. كي تحبط المديرة تخلعك باشي. تم تشوف واش تسطر باشي غير المعدة. محي الدين. أكون ملاح وتقدروا تربحوا. وشنو الحاجة كما قال؟ لي غاز. لي غاز. الهواء. الهواء. الهواء لي غاز. آي آي آي. لا توجع. توجع توجع. شاوروا عائلة رحل. معليش معليش حمد. تسمم. تسمم. التسمم. مئات جزائري وجزائرية قالوا التسمم. لا يا. توجع حاجة. الحاجة. الحاجة. آي آي آي. عبد الحق شو الحاجة اللي تقدر تسطر في المعدة؟ ماكلة فاسدة. ماكلة فاسدة. قهوة. قهوة. ليدام. ليدام. سبك. دخان. الدخان. اي صابرينا واش تقولي انت يا وحدك وحدك حصلوك كاين حتى واحد ما عطى حاجه انت واش تقولي انت ماكله فاسده الماكله الفاسده ولا لا الماكله الفاسده ماشي توب اجابه ماشي الاجابه 54 نقطه لعائلته اي يا محبوس لكن مئات الجزائري كي سقسيناهم واش قالوا طوب إجابة الحمضيات كي تاكل الليم القارص الدهون كانت عندك اللي إيه بصح لازم صابرين تقولها يا ماما الدهون الحار الجازوز الجازوز ما قالوش الغاز إيه ما قالوش الغاز إيه ما قالوش الغاز قالوا الجازوز وي الجازوز والأدوية ما قالوش الغاز